لموقع مشروع محطة الطاقة الشمسية لورزازات، تنقل المشاركون في الندوة الدولية حول التحديات الطاقية بالمنطقة الأورومتوسطية للتعرف عن كثب على مسار أشغال إنجاز المشروع. جئنا رفقة وفد من برلماني دول البحر الأبيض المتوسط، ويمكنني القول أننا معجبون جدا بمشروع الطاقة الشمسية بالمغرب، مشروع ليس فخرا للمغرب فحسب بل للمنطقة الأورومتوسطية برمتها. المشاركون في الندوة الدولية من خبراء وبرلمانيين أجمعوا على ضرورة وضع ميكانيزمات مالية للتأسيس لشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق مركز جهوي أورومتوسطي للإعلام والتكوين في الطاقات المتجددة. الخبراء اللي شاركوا في هذه الندوة كي زاد الاهتمام ديالهم بهذه الورشة هذا وبهذا المشروع اللي غادي يتبعوا المراحل ديالو والإنجاز ديالو لغرض واحد، وهو يريدون أن يقتدوا بهذا المشروع. على مدى يومين اختتمت أشغال الندوة الدولية التي عقدت بشراكة بين مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية الأوروبية بهدف تنمية الاشتغال بمجالات الطاقات المتجددة.